وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. تبع، وقد ورد ذكره في آيتين كريمتين، في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، وفي قوله سبحانه: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اختلف العلماء فيه، وبعضهم قال: لا يبعد أن يكون نبيا لأن قومه نسبوا إليه، نسبوا إليه يعني قوم تبع مضاف ومضاف إليه، فهذه النسبة تدل على أنه نبي كما نسب ذلك في غيره، كما في قوله تعالى: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. هذه أربعة مواضع في آية واحدة يضاف فيها القوم إلى النبي من الأنبياء. فقالوا: عادة القرآن إذا نسب القوم لرجل كان ذلك الرجل نبيا بالاستقراء، فدل على أن تبع نبي لأنه قال قوم تبع، والصحيح أنه ليس نبيا بل كان رجلا مشركا أول أمره ثم أسلم وصار على دين موسى عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح، فدل على أنه ليس نبيا لأنه كان مشركا بدليل قوله فإنه كان قد أسلم. والله سبحانه وتعالى، يعني للتنبيه نقول، الله سبحانه وتعالى إنما ذم قومه ولم يذمه هو، فالذم والإهلاك إنما كان لقومه وليس له.